أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة: فضح للمنافقين بخطاب عجيب. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا، أما بعد، هذا هو المجلس الرابع من مجالس تفسير سورة الزمر، نفعنا الله بها في هذه الدورة. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء، وأن يتوسل إليه في أن يحكم بينه وبين هؤلاء الذين خالفوه في دين الله وفي أمر التوحيد خاصة. قال: قل اللهم فاطر السماوات، أي خالقهما ومبدعهما ومنشئهما على غير مثال سابق. عالم الغيب والشهادة، أي تعلم كل شيء غاب وكل شيء شوهد، تعلم كل شيء، ما نبصره وما لا نبصره، ما نعلمه وما لا نعلمه، ما هو قريب منا واضح لنا وما هو غائب عنا بعيد منا. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وهذا قد تأوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء كان يدعو به في قيام الليل، فكان إذا قام من الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فتأملوا معي هذا الدعاء الجميل الكريم، نحتاج إليه، وخصوصا عندما تدلهم الفتن وتكثر الخطوب ويحصل الخلاف والشر بين الناس، فإن الإنسان يحتاج إلى عصمة من الله عز وجل يعتصم بها. وهذا الدعاء مما يعتصم به، ومما يكون سببا في كون الإنسان يعرف المخرج من الفتن ويهتدي إلى الحق إذا ادلهمت عليه الأمور واختلطت عليه الأحوال. قال الله عز وجل مبينا عقوبته التي تنتظر أولئك الظالمين المستكبرين عن دعاء الله وحده، المستنكفين عن قبول التوحيد. قال: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. انظر أي شيء يصل إليه هؤلاء، بحيث أنهم لو كان معهم ملء الأرض ذهبا ومثله معه لقدموه افتداء للعذاب الذي ينتظره، لأنه عذاب شديد وعذاب أليم وعذاب لا طاقة لأحد به. وأنا أقول لو أنزل الله بهم عذابا دنيويا في أبدانهم كمرض من الأمراض، سرطان أو غيره، نجد الإنسان قد يفتدي نفسه فيبذل ماله كله في طلب الشفاء. فكيف ربنا سبحانه وتعالى قد توعد بعذاب خاص لهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم ووقعوا في شر أنواع الظلم وهو الشرك بالله عز وجل. قال: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كانوا يقولون لئن بعثنا ليكونن لنا حال أحسن من حالنا في الدنيا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه
قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لو رجعت إلى الله سأجد خيرا من هذا الحال وهذه الدنيا التي كنت فيها، لأن الذي أكرمني في الدنيا سيكرمني في الآخرة. هكذا يعتقدون، لكن الأمر على غير ما يعتقدون وعلى غير ما يظنون ويحسبون. ولذلك قال الله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بدا لهم شيء ما كانوا يتوقعونه ولا يظنونه، ولم يجري في حسبانهم ولم يدر في خلدهم. وهذه الآية كان يقرأها بعض السلف فيخاف منها، يخاف أن يبدو له من الله ما لم يكن يحتسب. ولكن نحن نرجو رحمة الله، ونعلم من سعة رحمة الله عز وجل أننا ندرك من ربنا جل وعلا كل خير، لكن يبقى المؤمن خائفا وجلا، يخاف أن يكون قد اغتر، ويخاف أن يكون قد أساء في العمل وهو لا يدري. وبدا لهم سيئات ما كسبوا، ظهرت لهم سيئاتهم، وأحصيت عليهم، وعدت لهم عدا، ورأوها بأم أعيانهم. ينظر الواحد منهم إلى سجل أعماله فإذا هو مد البصر وإذا به قد أحصى كل شيء، كما قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال فترى المجرمين مشفقين مما فيه وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يا ويلتنا، يقولون لأنفسهم وهم ينظرون: كل شيء قد أحصي، كل شيء قد كتب، كل شيء قد دون وسجل بكل دقة وأمانة من غير زيادة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال الله: وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم، نزل بهم ما كانوا به يستهزئون. الذي كانوا يستهزئون به في الدنيا ويضحكون منه ويسخرون جاء. الذي كانوا يقولون فيه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: هات العذاب، عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أعطنا العذاب الذي تعدنا به يا محمد قبل يوم الحساب، نحن نعفيك من يوم القيامة، نريد العذاب ينزل علينا في الدنيا. يقولونه استهزاء وسخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله: وحاق بهم، نزل بهم الذي كانوا به يستهزئون. ثم ذكر الله عز وجل حالا قد مرت بنا قبل في أول هذه السورة: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. وبينا كيف أن المشركين إذا نزلت بهم الضراء لم يلتجئوا إلا إلى الله، ثم إذا أنعم الله عليهم إذا هم يشركون ويدعون مع الله غيره، وهذا من عظيم جهلهم وقبيح فعلهم. قال الله هنا: فإذا مس الإنسان ضر، أي ضر، دعانا، التجأ إلينا وحدنا ولم يلتجئ إلى أحد، لأنه يعلم أنه لا ينقذه مما هو فيه إلا الله، دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا أعطيناه وأنعمنا عليه بشيء من عندنا، مال، زوجة، ولد، بيت، جاه، منصب، ملك، بستان إلى آخره، قال: إنما أوتيته على علم، أعطيت هذا على علم من الله بأني أستحق، فلو لم أكن أستحقه ما أعطاني الله إياه، لأن الله قد رضي عني وحمد فعلي ويعلم أني مستحق لهذا الذي أعطاني. أو يقال في قول آخر، وكلا القولين
يصح في حق الكفار، إنما أوتيته على علم مني بأسباب الحصول عليه، أنا هذا بكسبي وعقلي وفكري وتخطيطي وجدي واجتهادي، أنا إنسان أحسن كيف أحصل على المناصب وعلى الأموال وعلى ما أريد في الدنيا وأخطط له وأصل إليه. سبحان الله، على علم مني بأسباب الحصول على تلك النعمة، فهو يظن أن النعمة بتحصيله وكسبه، وأنه هو الذي استطاع أن يحصلها، كما قال قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال الله عز وجل: بل هي فتنة يبتليك الله بالضراء فينظر إلى من ترجع، ويبتليك الله بالسراء فينظر ماذا تقول. ولذلك الله عز وجل ابتلى نبينا أو ابتلى سليمان النبي الكريم الملك العظيم عندما قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ما قال: إيه من حصل، سمعتم بأحد حصل له مثل هذا الذي يحصل عندي؟ سمعتم بملك من ملوك الأرض يؤتى له بعرش من أقصى الأرض في لمح البصر؟ هذا ما حصل إلا لي ولأمثالي، أنا الملك، أنا الذي ليس أحد فوقي وليس شأن أحد من الخلق مثل شأني. وبدأ يتبجح بما أوتي من الملك. لا، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. لا إله إلا الله، هذا هو حال الأنبياء. وهنا قال: بل هي فتنة يفتن الله بها العباد. فكل ما ينزل بك ويأتيك فتنة، تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودة، يعني تأتي مرة بعد أخرى، أو عودا عودة أي مثل أعواد الحصير. أنت في كل ساعة تبتلى بسراء ضراء وفتنة وذنب وأشياء كثيرة، وينظر إلى حالك مع كل شيء من هذه الأشياء، هل أنت في كل الأحوال تستجيب لهدى ربك أو تستجيب لهوى نفسك؟ بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم، قالوا: إنما أوتينا ما أوتينا من النعم والملك على علم منا بطرق الوصول إلى ذلك الملك والأبة والمتاع والأثاث والمال والجاه والمنصب. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما أغنى عنهم كسبهم أو الذي كانوا يكسبونه من متاع الدنيا الزائل. هؤلاء عاد الذين لم يخلق مثلهم في البلاد من طول أجسادهم وحسن خلقتهم وقوتهم، حتى إن الله قال عنهم حاكيا: من أشد منا قوة؟ من شدة ما أوتوا من البطش والقوة والجبروت، ماذا فعل الله به؟ ما نفعهم ملكهم. هؤلاء ثمود ماذا بنوا؟ ماذا حصلوا؟ كانوا يقصون الجبل كما تقص قطعة الجبن، ويزخرفونه ويحسنونه ويحفرونه ويدخلون فيه المداخيل والبيوت، بيوتهم بقيت، هم أين هم؟ ذهبوا، أهلكهم الله عز وجل في ليلة فلم تبق منهم باقية. قال الله عز وجل: قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. أصاب أولئك سيئات ما كسبوا، أصابهم جزاء تلك السيئات التي كسبوها. والذين ظلموا من هؤلاء أي من أهل مكة يا محمد، سيصيبهم سيئات ما كسبوا، لأن الله لا يفرق بين الظالم في قوم نوح والظالم في قوم محمد إذا كانوا كلهم مشركين، لا يفرق بينهم، ليس بين العباد وبين الله حسب ولا نسب ولا مصالح مشتركة، كلهم عبيده. وما هم بمعجزين أي ليسوا بفائتين على الله، ولن يعجزوا الله إذا طلبهم.
أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ لا تظنوا أن هذا الغنى الذي ينزل بكم وهذا المال الذي يعطيكم الله إياه أنه من عند أنفسكم، هذا من عند الله، يبسطه لمن يشاء ويقدره على من يشاء فتنة وابتلاء واختبارا. فالذي بسطه له لم يبسطه لأنه يحبه، والذي قدره عليه لم يقدره لأنه يبغضه ويكرهه، بل فتنة. ولذلك قال: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفي بعض الآيات ويقدر له، يعني أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من العباد وقد يضيقه له، أي من أجله، لأنه لو وسعه عليه لكفر وما شكر. فقضية بسط الرزق وقدر الرزق وتضييقه ليست مرتبطة بالإيمان، بمعنى أن من آمن بسط له في الرزق ومن كفر ضيق عليه، لا، قد يبسط الله الرزق للكافر وقد يبسطه للمؤمن، وقد يضيق الله الرزق على الكافر وقد يضيقه على المؤمن، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم قال الله عز وجل: وقد فتح المجال لعباده أن يتوبوا إليه وأن ينيبوا إليه ويرجعوا، فإنه مع شدة بطشه وشدة انتقامه لم يغلق الباب دون عباده، بل قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن مسعود: هذه أرجى آية في كتاب الله، حيث إن الله عز وجل قد نادى العباد وأضافهم إليه تشريفا، وبين أنهم عندما أذنبوا كانوا مسرفين على أنفسهم، ونهاهم من القنوط من رحمة الله، وما قال لا تقنطوا من رحمتي، بل أضاف الرحمة إليه ليرجيهم بها. ثم لما جاء إلى المغفرة قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا، فلم يستثني منها شيئا، وأكد ذلك بمؤكد فقال: إن الله. ثم لما انتهى من ذلك أكده مرة أخرى بقوله: إنه هو، فأكد الجملة الأخيرة بثلاث مؤكدات: إن وهو التي هي ضمير فصل يدل على التأكيد، والغفور والرحيم أيضا الألف واللام للدلالة على التأكيد، كل ذلك ليفتح لعباده أبواب الرحمة ولئلا يقنطوا من رحمته جل وعلا. فيا من أسرفت على نفسك بالمعصية أقبل على ربك، ويا من أذنبت فأكثرت من الذنب وأخطأت فولغت في الخطيئة أقبل على الله، فإن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده ويقبل عليه بمغفرته ويستر ذنبه ولا يؤاخذه به شيئا، بل إنه من كرمه جل وعلا يبدل سيئات العبد حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهل هذه الآية عامة أو هي في التائبين من أهل التوحيد؟ قولا لأهل العلم، وسبب النزول يدل على أنها عامة، وسياق الآيات يدل أيضا على عمومها، بمعنى أنها مفتوحة لكل مؤمن وكافر وبر وفاجر ولكل أحد من عباد الله، لأنها جاءت بعد ذكر: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. فالله عز وجل يقول: هذا عذابي فخافوا مني وأقبلوا علي ولا تقنطوا من رحمتي. فسياق الآيات يدل على هذا المعنى، إضافة إلى قوله: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وهذا هو الذي ذكر في أول السورة: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فالسياق كما قال بعض العلماء
يدل على أن الآية عامة، وهذا هو الأقرب والأرجح، أن يقال للناس جميعا أقبلوا على ربكم ولا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكل من أقبل على الله وتاب إليه تاب الله عليه. وأما إن كان المقصود إن الله يغفر الذنوب جميعا في الآخرة فلا، فعندنا من الآيات ما يقيد ذلك، وهو قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذنب الذي لا يغفره الله عز وجل ولا يقبل من أحد أن يقدم به على الله في الآخرة هو الشرك. أما إن تاب منه في الدنيا تاب الله عليه، كما تاب على كثير أو كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في الجاهلية من المشركين. قال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا إلى ربكم وأسلموا له، استسلموا له وانقادوا له وأقبلوا عليه بالطاعة، لأن حقيقة العبودية هي الاستسلام التام لله. ولاحظ نفسك هل أنت مسلم لله أو لا، لأن بعض الناس يقول أنا مسلم لكن تقول له يا أخي الله يأمرك بكذا، يقول والله يا أخي هذا صعب. طيب والله يأمرك بهذا، يقول والله هذه مشكلة يا أخي، فيه تعرف الوقت والناس ما يبون هذا الشيء، ويستمر في الاعتراض على أوامر الله عز وجل شيئا فشيئا حتى لا يكون من عبيد الله حقا. فانتبه، هل أنت مسلم إسلاما حقيقيا لله منقاد لطاعته؟ وإذا وقعت في ذنب أو معصية بادرت إلى التوبة وخشيت من ربك سبحانه وتعالى؟ قال الله من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، لا تجدون أحدا ينصركم من عذاب الله. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، كونوا متبعين لما أنزله الله عز وجل إليكم من كلامه. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، أي فجأة من غير مقدمات ومن غير علامات، بغتة يؤخذ الناس على حين غرة، كما قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال أن تقول نفس، أي لئلا تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي دعاكم الله وذكركم وخوفكم ورغبكم وفتح لكم باب التوبة وفتح لكم باب الأمل والرجاء، من أجل أن تقول نفس، من أجل ألا تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، على ما فرطت في حق الله جل وعلا. وإن كنت، أي في الدنيا، لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني، أي لأجل ألا تقول تلك النفس لو أن الله هداني، قد هداك الله ودلك وضع الحجة بين يديك ورغبك وأبان لك الطريق وأوضح لك المحجة، فماذا ستقول؟ انتبه. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، يعني لو هداني الله في الدنيا ودلني على هذا الطريق لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، يعني لو أعادني الله إلى الدنيا وسلمني من هذا العذاب لكنت إذا عدت من المحسنين في أعمالهم وفي معاملتهم لربهم. قال الله عز وجل في سورة الأنعام ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، اللي ما نجح في المرة الأولى سيستمر لأن الأعذار باقية والنفوس هي النفوس ما تتغير. ولذلك تلاحظوا الآن في الدنيا تجد الشاب مثلا يرسب في الامتحان يقول والله لو بس يعطوني يوم زيادة كان أراجع ولا أصلح ولا أزين، فيعطى سنة كاملة زيادة ويعود إلى ما كان عليه، لأن نفس الحجج تتكرر معه، والتسويل والتسويف
يعني أهواء النفس واتباع الهوى إلى آخر ما هنالك. قال الله عز وجل: أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي التي أنزلتها على رسولي فما قابلتها بشيء إلا بالتكذيب، كذبت بها واستكبرت، تعاليت عن الإيمان بها. ولاحظوا هنا عندما يقول استكبرت ليبين لك إن من أعظم ألوان أسباب وقوع الناس في الكفر والتكذيب ليس هو عدم وضوح الحق أو خفاء الأدلة أو التباس الحق بالباطل، لا، وإنما هو الكبر، الحسد، الطمع، اتباع الآباء والأسلاف، الخوف من الواقع، الخوف من المجتمع، أشياء تصد الإنسان عن اتباع الحق مع علمه بالحق. اليهود والنصارى كثير منهم يعلمون أن الإسلام دين الله الحق، وما يصدهم عن ذلك إلا احتقار المسلمين أو الاستكبار عن أن يتركوا ما هم عليه فيذهبوا إلى شيخ من شيوخ المسلمين قد يكون أقل منهم رتبة أو منصبا أو مالا أو عرقا فيكونون متعلمين عنده، وهذا رأيناه في جملة منهم. أو تجد أن له مالا كثيرا عند النصارى، وهذه قالها لنا عدد من النصارى، قالوا نحن مستعدون نسلم ونعلم أن الإسلام هو الحق، لكن من يعطينا مثل ما يعطينا النصارى؟ أو لا يعطونا سيارات ومرتبات وبيوت وأسفار ومناصب كثيرة، هذه ما نستطيع نتركها. إذا أمنتم لنا شيئا مثله في الإسلام تركنا ما نحن عليه. فالذي يصده عن اتباع الحق ليس هو خفاء الحق ولا الجهل به، ولكن موانع كثيرة من الكبر، إيثار الدنيا، الهوى، اتباع الآباء وتقليدهم، حفظ المناصب، عدم تغيير العادات، عدم الخروج عن البيئة وضغطها أو المجتمع وما يريد. قال الله عز وجل: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. كان أعظم أسباب وقوعك في الكفر تكذيبك واستكبارك واستنكافك عن طاعة الله والانقياد لما جاءك في كتاب الله. قال الله جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. في يوم القيامة أعظم علامة يعرف بها هؤلاء المكذبون سواد وجوه، وإنما ذكر لون الوجه لأنه في الدنيا يعرف وجه الإنسان وما هو يعرف بوجه الإنسان ما هو عليه من إيمان وكفر ومن حبور وسعادة ومن فرح وحزن، وهؤلاء كانوا في الدنيا من أصحاب الوجوه الناعمة والنظرة، فالله عز وجل يقلبها في الدار الآخرة سوداء مظلمة. اليوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، نسأل الله يجعلنا جميعا منهم. وتلاحظون في هذه السورة ذكر عذاب الوجوه أكثر من مرة، قال: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقال هنا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فوجوههم مسودة ويتقون بهذه الوجوه العذاب، وهذا من أعظم ما يكون من النكال به. هذه الوجوه التي كانوا يعظمونها ويحترمونها ويأنفون أن يسجدوا بها لله عز وجل يعذبها الله ويجعلها هي الوقاية من العذاب لباقي البدن، فالإنسان ما يجد شيئا يتقي به النار إلا الوجه، نسأل الله العافية، الذي كان يوقى من أدنى شيء يصيبه. وقد ذكر الله الوجوه في القرآن في مواطن كثيرة،
للدلالة على النعيم وخلافه. قال في سورة عبس: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. والعبوس أين هو؟ في الوجه. ولذلك ختم السورة بهذه المناسبة بذكر الوجوه، فقال: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. نسأل الله يجعل وجوهنا كذلك. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ظلمة، أولئك هم الكفرة الفجرة. الكفرة في قلوبهم، الفجرة في أعمالهم، لأن الفجور في العمل والكفر في القلوب. وقال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. انظر يا إخواني، لما أراد أن يعبر عن مدى النعيم الذي يصيبهم قال: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم قال: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، تعلوهم ذلة، ترى على وجوههم، ما لهم من الله من عاصم. سبحان الله، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. لا إله إلا الله، من شدة السواد كأنما قلب، يعني أو يصور لك هذا السواد، أرأيت سواد الليل؟ كأنما فصل فقطع على وجوههم من شدة السواد الذي يكون عليها. لا إله إلا الله. إذن يا إخواني، عندما يذكر الله الوجوه، لأنها أعظم علامة يستدل بها على حال الإنسان. وقال في سورة الغاشية: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. شوف، لاحظ الوجوه نفسها ناعمة، دعك من اللون، نعومة الوجه يدل على النظرة والحبور والسرور. قال: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، ترى نظرة النعيم في الوجوه. وهذا نحن نراه في الدنيا، نرى بعض الناس ما شاء الله إذا رأيت وجهه عرفت من خلال وجهه أنه لا يأكل إلا أطيب الطعام، ولا ينام إلا في أحسن الغرف، ولا يعامل بدنه إلا بأحسن المعاملة مما أوتي من الترف والرفاهية والنعمة. قال الله عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى والله، إن في جهنم لمثوى عظيما ومقرا ومستقرا لهؤلاء الذين يتكبرون، فلا يتبعون أحسن ما أنزل إليهم، ولا يرجعون إلى الله فيتوبون إليه ويقبلون دعوته، ولا يتبعون هذا النبي الذي جاء بهذا الحق، ولا يقبلون هذا التوحيد الذي جاءت به هذه السورة. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ينجي الله الذين اتقوا بفوزهم، فوزهم بسبب أعمالهم وبسبب توحيدهم وقبولهم لما أنزله الله سبحانه وتعالى عليهم، لا يمسهم السوء أي لا يقربهم. وعبر عن المس لأنه يعني أول مراحل الإصابة، فإذا كان لا يمسهم فهو لا يصيبهم ولا يؤذيهم ولا يدن منهم. لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، لا يصيبهم شيء من الحزن. ولذلك من دعاء المؤمنين في الجنة ومن حمدهم لله أنهم يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فأنت أيها المؤمن ستذوق الحزن في الدنيا، الحزن على أمور كثيرة، على ظلم الكفار لك، وعلى بغيهم في حقك، وعلى تنقصهم من قدرك، وعلى كثرة العقبات التي تحول بينك وبين تحقيق ما تريد، وعلى كثير من البلايا والأمور. لكنك في الآخرة سيذهب منك هذا الحزن تماما، كما أن الغل الذي كان لنا نصيب منه في الدنيا
سينزع منا تماما، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صدور متقابلين. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم جميعا ممن تابوا إلى الله وأنابوا وأسلموا له وأخلصوا الدين كله له جل جلاله، وأسأله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل النعمة والحبور والسرور في جنة عدن، وأن يجمعنا في دار الكرامة ودار النعيم على سرر المتقابلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.